أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تحدثنا عن الأصحاب والأصدقاء وتأثيرهم في الإنسان، فإنه في زماننا هذا وجد نوع من الأصحاب لم يكن موجودا في الزمان السابق، وأثر في مجالسيهم تأثيرا عظيما جدا. ما هو؟ صحبة القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت. هذا الآن نوع من الأصحاب وجد الآن في زماننا، ما كان موجودا في الزمان السابق. وكم أثر هذا الصاحب على القلوب، على الأخلاق، على الأديان، على العقول؟ كم أثر، كم تخربت من عقول، وكم تهدمت من أخلاق، وكم فسدت من عقائد، وكم وجدت من أفكار فاسدة باطلة من مجالسة هذا الصاحب. تجد الشاب أو الفتاة يجلس أمام القنوات ويدير هذه القناة والأخرى والثالثة، هذه قناة قائمة على الشهوات، وهذه قناة قائمة على الشبهات، ولا يزال يجلس مع هذه القنوات وتلك المواقع في الإنترنت، وتصب في قلبه أنواع الشهوات وأنواع الشبهات، فهو جليس في غاية الخطورة على مجالسه، وأضر بكثير من الشباب والشابات إضرارا عظيما. إذا نطبق هذا المبدأ، نطبق هذا المبدأ أيضا في هذا الجليس. إياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. إياك من تلك القنوات وتلك المواقع القائمة على الشبهات والشهوات، والتي إن صحبتها وجالستها خسرت خسارا ليس فيه تردد. كيف يرجو الإنسان لقلبه سلامة وهو يعرضه لتلك الفتن، ويعرضه لتلك الشرور، ويورد عليه من واردات الشهوات والشبهات شيئا كثيرا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعرض قلبه لهذه الواردات ويريد أن يبقى قلبه سليما، ثم بعد فترة من الزمن يقول أنا قلبي مريض، أنا قلبي منهك بالشبهات، منهك بالشهوات. وهو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي سمح لها وأتاح لها ذلك النظر وتلك المشاهدة.